الأخيرة نور رح تكون عن القانون، ورح نسلط الضوء على موضوع كتير مهم، الوكالة اللي هي مجموعة تصرفات وأفعال من شخص نيابة عن شخص آخر، ربما بمعاملات قانونية أو مالية أو عقارية وغيرها من الأمور. رح نتعرف عليها اليوم سوا مع المحامي علاء الحموي على أنواع الوكالات وشو صلاحيات كل وكالة ونحدد حاجتنا منها. يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف من البداية ونعرف المشاهدين، نحن الهدف اساسا من الفقره القانونيه تعريف كل الناس عن كثير من المفاصل المهمه ضمن القانون السوري. خلينا نعرف ما هي الوكالات، يعني شو هي الوكاله وانواعها ونعرفها للناس. يسعد صباحكم جميعا. اول شيء طبعا الوكاله لغه هي تفويض شخص بفوض شخص اخر بالقيام بعمل معين. اما قانونا حسب الماده 665 من قانون المدني السوري عرفت الوكاله بانها عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بعمل قانوني معين لصالح الموكل. طبعا من هذا التعريف نعرف انه هو عقد، يعني عقد رضائي اتفاقي بين الطرفين، الموكل والوكيل. الطرف الثاني، الشق الثاني، هو عندما نقول عمل قانوني، الوكاله تلتزم بالقيام بعمل قانوني معين، يعني مقنن ومفند ضمن القانون السوري، وليس القيام بعمل غير قانوني او مخالف للنظام العام. يعني ما فيني انا شخص يوكلك بالقيام بسرقه، شخص يوكلك بقيام عملية خطف او قتل. يجب ان يكون هذا العمل الذي يقوم به الوكيل عمل قانوني غير مخالف للنظام العام ضمن اطر القانون المحدد في القانون السوري. فهو عقد اتفاقي رضائي فيه طرفين، الوكيل والموكل. الوكالات بشكل عام نحن كثير بيصير العالم بس يعني شو انواع الوكاله، هي الوكاله العامه والوكاله الخاصه، وفي عندنا وكاله قضائيه ووكاله عدليه. طبعا وقت بنقول وكاله قضائيه يعني نحن عم نتحدث عن توكيل محامي وليس شخص عادي. وكاله قضائيه هي توكيل لمحامي ضمن مندوب فرع نقابه محامين باي محافظه موجوده للقيام بعمل قانوني ضمن المحاكم، اروقه المحاكم وليس خارج اطار المحاكم. اما عندما نقول وكاله عدليه فنحن نتحدث عن فينا نوكل محامي، فينا نوكل شخص عادي، فينا نوكل مهندس، اي شخص للقيام بمجموعه تصرفات قد تكون مثل ما حكيت ماليه، عقاريه، اجار، بيع، عقد، اي عمل قد يكون مجموعه اعمال عامه او يحددها بعمل خاص تنتهي بانتهاء هذا العمل الخاص. هي مفهوم الوكاله حسب الماده 665 من القانون السوري. طب خلينا نتعرف اكثر على انواع الوكالات. طبعا هلا برجع بقول لك الوكاله القضائيه نوعين، في وكاله قضائيه عامه اللي هي الشخص بيروح على المحكمه فرع نقابه المحامين بوكل محامي للقيام بجميع الاعمال القانونيه ضمن اروقه المحاكم، يعني طعون، استدعاءات، استئناف، خلافات ضمن المحاكم وليس خارج المحاكم. يعني مثلا دعوه بدائيه، دعوه صلحيه، دعوه جزائيه، دعوه شرعيه، دعوه جنايات، هي اسمها وكاله بدائيه او وكاله عامه تشمل كل الاعمال ممكن تصير ضمن اروقه المحاكم. هناك وكاله خاصه، سند توكيل خاص، بمعنى الشخص بيوكل محامي بشغله معينه، مثلا طلاق فقط، بيع، اقرار ببيع مثلا، بدائي خاص، جناي، نصب واحتيال. هون بيوكل المحامي بعمل معين، هاي الوكاله ما فيك تخرج خارج العمل فيها. ضمن هذا العمل طبعا برجع بقول لك هي تقام امام مندوب فرع نقابه محامين خاصه بالمحامين وليس الاشخاص العاديين. اما الوكاله العدليه هي الوكاله اللي بتوكلي فيها اي شخص للقيام بمجموعه اعمال، يعني مثلا حبيت تقومي انت باي عمل، تاسسي شغل خاص، فانت بحاجه لوكاله عدليه، يعني اعمال اداريه خاصه، قد تكون ماليه، عقاريه، قد تكون مراجعه وزارات مثل الاعلام، مراجعه المصارف، مراجعه السجل التجاري، فهي اسمها وكاله عدليه خاصه بمجموعه اعمال اداريه انت بتتصرفي فيها، بتصرف فيها الوكيل ضمن هذه الوكاله، اذا كانت عامه فهي بتشمل مراجعه جميع الاماكن. طبعا هون هلا صار في الوكاله العامه تحتاج لموافقه امنيه. صحيح. ليش؟ في تعديل دائما يعني في ناس متهرب اموالها، في ناس عم يكون عليها حجز احتياطي، في عالم يكون عليها حجز تنفيذي، في عالم ما تحاول يعني بتحاول تبعد اموالها عن طريق تسرق اموال العالم بالوكاله العامه، استغلال ثقه الناس، في ناس توثق الشخص. هيدا التعديل يعني عمل تحصين نوعا ما. طبعا تحصين للموكل والوكيل. انت وقت بتقوم بوكاله عامه بده ينبهك. طبعا برجع نقول اهم فكره بالوكاله العدليه انها تقام امام كاتب العدل اللي هو موظف رسمي مختص، بيعطيك رقم عام، رقم خاص وسجل لحتى انت تراجع في اي مكان او تعزليها. يعني في بعض الناس كثير عم تعمل وكالات عامه ما تعزلها لانه بيصير في خرق، مثل ما حكيت في ناس ما ترهن اموال موكله لها. بس نحن لنعترف فيها للوكاله يجب ان يكون هناك تسجيل، يعني في اشخاص مثلا بتقول لك انا وكلتك عن طريق مثلا عقد، لازم يكون هذا العقد مسجل. طبعا. لان انا اقول هي الوكاله نظاميه ولا ما لها علاقه؟ اي وكاله لا تسجل امام كاتب عدل مختص فهي غير معترف فيها قانونا. تمام. يعني مثل رجعنا مثل موضوع سند الاماني. صحيح. بيقوم بين طرفين ما له صفه رسميه لانه ما له مقام امام موظف رسمي. اما
الوكاله العدليه يجب ان تقام امام موظف رسمي تاخذ رقم عشان انت تراجعي فيها، بحيث اذا شخص باع لك عقار وانت ما بدك تبيعي فيك تراجعي بهذا الرقم بهذا الوكاله امام الكاتب العدلي وترفع عليه نصب احتيال مثلا، لانه كثير ناس عم تستغل موضوع الوكاله. اما الوكاله العدليه الخاصه فهي مثل ما قلنا عمل خاص معين، مثلا تستاجر لي عقار، تبيع لي عقار، تجيب لي جواز سفر، تعمل لي اخراجات قيد عائليه مثلا، تراجع النفوس، تراجع السجل التجاري، بتكون خاصه بعمل معين، تنتهي بانتهاز العمل المعين. هي الوكاله الخاصه. هي الوكاله العدليه الخاصه، بنرجع بنحكي على الوكاله العدليه وليس القضائيه. تمام، وين بتتم هي الوكاله؟ يعني ممكن تحتاج لشهود، شو الاوراق، شو الاجراءات اللي بتتم خلال هي الموضوع؟ طبعا اذا بنحكي عن الوكاله القضائيه يجب الطرفين يجوا لعند مندوب فرع نقابه محامين بالمحافظه الموجود فيها هو، هويه بيتم اخذ الهويه، مراجعه البطاقه الشخصيه، التاكد من هويه الشخص عندما يوكل هذا المحامي، بالاضافه الى بيكتب المحامي انه انا تفهمت واخذت هي التوكيل، اني انا بدي ابدا هذا التوكيل. اما الوكاله العدليه فنحن بنحتاج لصور هويه اثنين الطرفين، يعني انت ما فيك توكل شخص يوكل شخص دون وجوده امام كاتب العدل، كاتب العدل بتاكد من وجوده، لانه في ناس بيكون عليها مثلا يكون سفيه، في ناس بيكون عليه يكون مغفل، في يعني في هناك يعني اشياء تمنعه من القيام بوكاله. فنحن ليش وظيفة كاتب العدل هو التأكد من هذا الشخص هل هو صالح يوكل شخص آخر؟ لذلك نحن نقول أمام كاتب العدل المختص يجب أن يكون هناك طبعا في الوكالة العامة بدها موافقة أمنية من أجل هذا الموضوع، بكي شخص عليه سجن أو عليه حكم لا أخلاقي أو عليه حكم جنائي لا يجوز توكيله. صحيح، لا يجوز توكيل هذا الشخص. فلذلك أمام وجوده أمام الكاتب العدل ضروري للتأكد من هذا الشخص هو صالح للتوكيل أم لا. هاي الأساس يعني كيف بتتم العملية. طبعا بيقوم كاتب العدل باخذ مفصل هويات اثنين، بيعرض عليه بفهمه انه هذا انت وكلت هذا الشخص بكذا بكذا بكذا، فهمت الشيء؟ بيقول له ايه موافق امام الكاتب العدل. بعدها بس يتفهم شو موضوع الوكاله ما عاد في داعي لوجود الشخص الثاني اللي هو الموكل، خلص صار وظيفه الوكيل هو يتابع اجراءات المراجعه. بس في حتى لو في وكاله عامه هناك تصرفات قانونيه تحتاج الى نص خاص اللي هي الرهن اللي هي التبرع. هاي الشخص يعني كاتب العدل لازم ينبه الشخص الاخر انه انت ضمن الوكاله العامه بدك يكون فيها رهن او تبرع او مثلا تبرع رهن حيازي او شيء، بده ينبهه على هذا الشيء. ليش؟ لانه بترتب حقوق لصالح الدائنين الاخرين، فلذلك بينبهوا للشخص الوكاله العامه بدك تمنع الرهن او التبرع، لا بيقول له ايه لا بيقول له لا، يعني لازم يفهموا. هلا دائما وظيفه كاتب العدل اليوم هي التنويه. صحيح، شو يعني الوكاله العامه؟ شو يعني الوكاله الخاصه؟ ايمتى تنتهي الوكاله؟ شو هي صلاحيات الوكيل؟ وايمتى تنتهي هاي الوكاله؟ والهدف اساسا من هي الفقره القانونيه مثل ما قلت خلال حديثك هي التنويه عن نقاط كثير مهمه يمكن يغفل عنها الكثيرون. بس خلينا نحكي المده الزمنيه للوكاله، فيني انا احددها وايمتى ما بدي فيني انا الغي هي الوكاله ولا الى اجراءات مختلفه؟ هلا ما مرق لحد الان كلمه انه مده زمنيه انه وكاله مده سنه. في وكاله لعمل معين وفي وكاله تنتهي بانتهاء العمل، يعني انا وكلتك باستئجار عقار بمنطقه معينه، انت استاجرت لي هذا العقار خلصت مده الوكاله انتهى عملها، فبدك اذا بدك عمل ثاني بتوكله بسنه توكيل خاص جديد عدلي. اما تنتهي الوكاله بشكل عام اما بالعزل في حال الشخص اللي وكلتيه انت ما قام ما التزم بالعمل تجاهك، يعني خل تاخر ما يعني صار يتملص او يتاخر بالوقت فيك تعزليه، بتراجعي للكاتب العدل بتعزليه بشكل طبيعي، بتقدمي هويتك انه انا ما بدي هذا الشخص يقوم بعمل ايه. العزل باي وقت؟ صحيح، باي وقت بحق لك. اذا حسيتي استشفيتي من عمله في تاخير او في تقصير فانت بحق لك بشكل عام، انت صاحبه العلاقه انت الاصيل، فبحق لك تعزلي الوكيل. اما الوكاله بتنتهي بشكل عام بالوفاه، وفاه الموكل او الوكيل، لانه بس يتوفى الموكل ما عاد في داعي للوكاله، في صار في ورثه، فان الورثه بده يجتمعوا كلهم يقوموا بوكاله للورثه. تلتغى فورا ولا في اجراءات لازم يروحوا؟ تلتغى فورا. هلا مو بتلتغى، كيف بيصير؟ مات الشخص وفوه، ضلت الوكاله. في ناس ما بتنتبه لهالشغله انه مثلا مو عرفانين العائله انه شخص عامل وكاله لرفيقه لاخوه لابوه، فوقت اللي بدهم يبيعوا عقار بيتفاجئوا انه في مثلا وكاله عامه، فانه بيراجعوا كاتب العدل او المحكمه اللي قايمه امام الدعوه مثلا عقد تسبيه بيت، بيقولوا له لدينا انه في وكاله منتهيه لانه الوالده مثلا والد او الاخ متوفي، فانت كيف هذا الشخص بتصرف في هي الوكاله وهو متوفي؟ فاذا كان الاجراء لاحق لوفاته فهو باطل، اما اذا سابق فهو نظامي. تمام، لاحق فهو باطل اجباري لانه انتهت الوكاله بوفاه الموكل. طيب، فبده يكون دقيقين نحن بهذا الشيء، مده تاريخ تنفيذ تنظيم الوكاله وتوثيقها لدى كاتب العدل مشان انت تراجعي فيها المحاكم او الدوائر الحكوميه او العدليه او الماليه او العقاريه. فهي شغله دقيقه جدا، انت تعرفي اذا في وكاله. في كثير ناس بتعمل وكالات دون ما يعني في شخص مثلا اثنين متزوجين، الزوج عمل وكاله لاخوه، يعني في وكاله زواج بسمع هيك. هلا في سند توكيل شرعي، في شخص يوكل شخص يزوجه. هلا في كثير ناس برا ما تعمل وكاله لاشخاص يزوجوا
ناس مثلا يتزوج وحده جوا صحيح يفوضوا بتزويجه يبعثها الى مشمل وكيله في وكيل قانوني يعني لا بتصير بالزواج بتصير بالطلاق في ناس بتوكل بالتطليق بيصير بيتبادلوا الفاظ امام القاضي الوكيل بحق له لانه هو موكلك بسند توكيل شرعي في انك تقوم بعمليه الطلاق في بس في بعض هلا في كثير بالناس ما بتنتبه انه في وكالات بيكتبوا عليها فيك توكلي اكثر من شخص بعمل يعني فيك توكلي شخص محامي شخص طبعا العدليين احنا ما نحكي محامي مهندس دكتور للقيام بعمل بيكتبوا على مجتمعين او منفردين اذا كلمه مجتمعين دون على الانفراد فلازم التصرف اللي يكون في هذا الاشخاص لازم يكون بقرار الكل المحامي والدكتور والمهندس لانه عمل دقيق عمل بده يكون الكل موافقين عليه اما اذا بدك عمل فيه يقوم في شخص واحد فبيكتبوا على الانفراد يعني هذا الشخص قادر دون الرجوع للموكلين الاخرين يقوم بهذا العمل كثير ناس ما تنتبه على الشغله يعني بيعملوا وكاله لشخص انه يقبض لي رواتب ابي متوفى راجع النفوس الوحدات الماليه كذا كذا بس بيكون اخوه بده يطلع يروح يقبض راتب مثلا حدا بيقربه ما في ليش؟ لانه مو كاتبين مجتمعين او منفردين يعني احد اللي ورثي في يروح يقبض راتب انت عم تحكي عن ثغره معينه في بعض الثغرات كمان الناس بتغفل عنها خلال اجراء الوكالات هي ما بتعرفها يعني انتم بتلاحظوها كمحاميين بشكل مستمر؟ هلا اهم شيء نحن الثغره الكبيره انه هذا الشخص بده يوكلنا ما بيعرف شو هي الوكاله العدليه يعني انا كثير بيجيني شخص بيقول لي مثلا انا بدي انا منصوب علي شخص اخذ لي عقاري بيروح معي بيقول لي بدي اعمل لك وكاله عامه قلت له بتعرف شو هي وكاله عامه يعني كثير بننبه نحن وكاله عامه انت عم تفوضني بكل املاكها حتى في وكالات ممكن مزوره او شيء كثير هي طبعا درجه بسبب الازمه السوريه بنرجع لك الحمد لله انه يعني القانون وقت حط الموافقه الامنيه في ناس زعجت ولكن هي لمصلحتك انت وقت تحط موافقه امنيه بتعرف الشخص قد يكون الشخص مطلوب لعمل اجرامي خطير قد يكون خارج البلد لذلك موضوع الوكالات المزوره هلا كثير الكتاب العدل دقيقين فيها لذلك ما يطلبوا صاحب العلاقه مراجعه يعني مراجعه صاحب العلاقه اساسيه قديما صح كانت تصير وكالات مزوره كثير وناس كثير راحت عقاراتها بس هلا نحن بنتفادى موضوع مثل ما قلنا الموافقه الامنيه والتاكد من الرقم يعني انا وقت الشخص بده يشتري منه عقار انا بنبه على شغلي قال لك انا معي تسلسل مالكين او معي وكالات انت تاكد ان هي الوكالات بالتسلسل راجع مثلا مكتوب رقم الوكاله طلع على كاتب العدل مثلا دمشق ريف دمشق تاكد من هذا الرقم هل هو موجود يعني انت وقت تراجع بحق لك انت كصاحب علاقه اعطوك وكاله رقم مثلا اي رقم انت بتراجع الكاتب العدل انه هي الوكاله هل هي لها اصل عندكم سجل بالسجل لها اصل اذا لها اصل معناتها البيع نظامي تسلسل البيع صح اما اذا ما لها اصل معناتها في تزوير مثل ما حكيت بيكون في احد وكالات الزوره شخص بيستغل الازمه مستغل الظرف عامل وكاله بدون وجود الشخص موقع عنه وفي نفوذ ضعيف كثير يعني ما فينا نقول في دائما في موظفين في محامين في اي شخص ممكن يكون ضعيف نفس اللحظه مقابل مال بيعمل وكاله مزوره كثير بتصير بس هلا صارت القانون ما يتفادى الموضوع بالموافقات الامنيه بمراجعه صاحب العلاقه وبالسجل يعني عطى المواطن يراجع بسهوله يراجع كاتب العدل ليشوف اذا في خطا او في اصل لهذا الوكاله ام ما له اصل هي اهم شيء تمام. يعني انت دائما تاكد من وجود الاصل ام غير موجود اكيد بدنا نشكرك كثير استاذ علاء الحموي شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها شكرا لك المحامي علاء الحموي على كل شيء حكينا عنه وعم نسلط الضوء خلال فقرتنا القانونيه عن نقاط كثير مهمه يا رب نكون قدمنا المعلومه المفيده للمشاهدين شكرا كثير لك استاذ صباح